أعزائي الطلاب، هذا هو الدرس الثاني من دروس الوحدة الأولى من وحدات المذاهب الفكرية المعاصرة، وهذا الدرس إنما يتعلق بأمر هام من هذه المادة العلمية الطيبة. هذا الدرس يتعلق بأسباب انتقال المذاهب الفكرية إلى عالمنا الإسلامي، ولكن قبل بيان ذلك نقف على النقاط التالية: البيئة التي نشأت فيها المذاهب الفكرية، أيضا سنقف على الأسباب لنشأتها. أما عن أسباب أو نشأة المذاهب الفكرية والبيئة التي نشأت فيها، فإننا نستطيع أن نقرر وبيقين أن المذاهب الفكرية لم تنشأ في البيئة الإسلامية، وإنما نشأت في الغرب لبيئات كانت أدعى إلى نشأتها وظهورها، وتتمشى تماما مع العقلية التي نشأت فيها. فكانت عدة أسباب من وراء نشأة المذاهب الفكرية. لقد نشأت المذاهب الفكرية كما قلنا في البيئة التي تناسبها والمناخ المهيئ لها والمناخ المهيئ لها، ومن هنا نستطيع أن نقول إنها نشأت في أوروبا ولم تكن أبدا وليدة البيئة الإسلامية، بل انتقلت تماما إليها بعد ذلك. لماذا؟ لأن علاقة الغرب بالبيئة الإسلامية كانت أدعى إلى نشأة أو انتقال هذه المذاهب التي نشأت فيها. نشأت في أوروبا ثم انتقلت تماما إلى العالم الإسلامي لعدة أسباب، ومن خلال وقوفنا على هذه الأسباب نستطيع أن نقرر أنها لم تكن وليدة البيئة الإسلامية. لقد حافظ الله عز وجل الأمة المسلمة بما أنزل من وحي قرآني وبما أرسل من رسول عظيم كان لهذا الوحي أثره الطيب على حماية الأمة من التحريف والضلال، بل كان الوحي الإلهي وحيا لا يعتريه أبدا تغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. أيضا من الأسباب التي لم تكن أبدا تؤكد أو تؤدي إلى نشأة البيئة، نشأة الأفكار الفكرية المدمرة والمذاهب التي تهدم الفكر في بيئة الإسلام، تميز العقيدة. إن العقيدة الإسلامية الصافية التي تتوافق مع العقل لم تكن أبدا لتسمح بهذه المذاهب الهدامة أن تظهر في بيئة المسلمين. كذلك الغنية الفكرية والروحية والعاطفية التي ورثها الإسلام أتباعه، ذلك أن أمة الإسلام كانت مصونة وكانت أمة الإسلام محمية بهذا الوحي الرباني. من هنا أعزائي الطلاب نستطيع أن نؤكد على أنها لم تكن أبدا وليدة البيئة الإسلامية. أما عن المذاهب الفكرية في الغرب فلها أسبابها، وكما قلنا إن المذاهب وليدة البيئة الغربية لعدة أمور، منها التحريف الذي طرأ على رسالة عيسى عليه السلام بعد رفعه، وأيضا فساد رجال الدين الكنسي، ذلك أن الطغيان الذي رسخته المذاهب الفكرية المبتدعة من عقول رجال الدين الكنسي، والذين أغلقوا على فكر العالم الأوروبي تماما كل سبيل للفكر، أدى إلى نشأة تلك المذاهب من باب كل فعل له رد فعل. أيضا تأثر الغرب بالحضارة الإسلامية في جانبها الفكري والمدني، ذلك أن أوروبا انتشرت فيها أفكار المسلمين، حين انتشر الإسلام هناك فتأثروا بالفكر الإسلامي في جانبه الروحي والمدني وفي جانبه الخلقي، ومن هنا بدأت الأفكار الأوروبية تعمل وبدأت العقلية الأوروبية تنشئ، فكانت هذه المذاهب الفكرية. أيضا من بين الأسباب الرغبة الجادة عند الغربيين بأن يأخذوا بأسباب التقدم الحضاري والبحث العلمي كردة فعل ضد رجال الكنيسة، كما قلت كل فعل له رد فعل، ومن هنا بدأت المذاهب تظهر.
الخواء الفكري من بين تلك الأسباب، الخواء الفكري الناتج عن مبادئ الكنيسة وهي لا يقبلها عقل، ذلك أن المبادئ الكنسية كانت من صنع رجال الكنيسة أنفسهم، ويعتمدون على أنها أو يدعون أنها من وحي السماء وأنها من كلام عيسى عليه السلام، وحاشا لعيسى أن يكون هذه أن يكون أصلا ورأسا لهذه الأفكار. أيضا من بين أسباب نشأة المذاهب الفكرية في الغرب القوى الخفية التي تدعم تلك الأفكار المنحرفة. لماذا؟ لأنها تريد أن تحقق أطماعها في عالمنا الإسلامي. من هنا بدأت تلك الأفكار في البيئة الإسلام بيئة الغربية، وحاولوا أن ينشروها في عالمنا الإسلامي.